أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني جمال حداد. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نذهب إلى جولة في رحاب القصيد. أنا العراق أطلق شموخك برقا في الدجى اللجبي، أشعل به ما تبقى من رحى الغضب، أيقظ به خفقة في قلب معتصم حتى تكذب ما قد جاء في الكتب. ما عربد الكأس في كف النديم ولا شب البيان له صناجة العرب. قد يخذل السيف في كف الجبان وقد يسمو حذاء هوى في وجه مغتصب. رمته كف رمت لله فاتشحت بنوره فتهاوت حلكة الحجب، وزغردت لانبهار الشمس مقلته وأزلفت من شواظ القلب للشهب. زيد انصهارك في جرحي وفي وجعي. أنا العراق وهذا اللفح من لهبي، أنا العراق لي الميدان من قدم وللسماء وأمطاري بلا سحب. بغداد يا حلما تترى مواجعه على لحاظ المدى جسرا من التعب. طفل أنا فتعالي واركبي نزقي، هذه شموسي على نهريك لم تغبي. طفل أنا في سرير الماء منطلقي، لا أم غيرك يا بغداد تفرح بي. أعرتك القلم المفتون قافية بضرعها تتلهى الريح عن لعبي. ألقيت في اليم والأمواج عاتية كي يولد الفجر إيماء على هدبي. يساقط الحلم من أسوار ذاكرتي محملا ببقايا من جنى رطبي. حنت مزامير أوجاعي لتأخذني يد المسافات شلالا من الغرب. طرست من حزني التاريخ فانتبذت منه الليالي فناء القلب من حقبي. وقفت رغم الأسى أهدي الجراح منا كي آخذ الحبل من حمالة الحطب. ألقت ببهرجها الدنيا على شفتي وأسكرتني بريق التين والعنب. وأسلمتني رضاب الغيم أحكمه أن يشاء فلي من ضرعه حلبي. أخرجت من رحمي صفو العلوم ضحا للظامئين ومرضى الشك والريب. والغرب مرتهن في قعر هاوية من الخرافات في ليل من النوب. حسبي هنا أنني هذا الزمان رؤى أزفها عند باب الفجر مثل نبي. وأنني فوق هام الجرح عرس منى أكسو به الصبح كي يحلو لمرتقبي. جدائل المجد ما زالت على كتفي مضفورة بسيوف الله لم تشبي. أسرت لكنني رغم القيود ضحا أهدهد النور للآتي من الحقب. ما زلت فوق ركام الغدر منتصبا وقامت الدهر والأيام من حسبي. نسجت من بردة الإيمان أزمنتي أزمهن وبطن الحوت لم أهبي. أنا العراق بألواني أنا ابن جلا وكل أوردتي
تنمي إلى نسبي، ما زلت واسطة العقد الذي عصفت به الخيانات تترى من أبي لهبي. وشكرا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم الكاتبة جنان رزمك، كاتبة أردنية. صدر لي ربع قرن هذا الكتاب الذي مقرون بعمري، وددت أن أجعل هذا اليوم مميز، لذلك أصدرت كتاب ربع قرن. الحياة جميعها عبارة عن رحلة، وهذه الرحلة تخلف الكثير من الحكاية والأشخاص، لذلك كان لابد من ترجمة هذه الحكاية على طيات الورق وتوثيقها، لأنني مؤمنة جدا بأن أصحاب الحق يخلدون حتى وإن فنيت الأجساد. لذلك جاء ربع قرن، وهذا الكتاب يعني لي الكثير. طبعا هذا الكتاب صدر عن دار جفرة ناشرون وموزعون، يحتوي نصوص نثرية من قصص وخواطر ومضات ترنيمات تحاكي عن الواقع من الحكاية وتخلف رسائل سامية. وأنا دائما أهدف بأي كتابة أكتبها سواء كانت خواطر أو قصص أن تخلف وراها رسالة سامية. كتبت بأكثر من طريقة، بأكثر من كتابة لتكون قريبة من كل قارئ أو مستمع. فكتبت بلغة الحب، الندم، الوطن، القضايا الاجتماعية والإنسانية، العائلة، الأصدقاء، ليكون كتاب متنوع شامل عن كل شيء. ورحلة الحياة ما هي إلا وجه آخر للكتابة، وهذا الشغف سيبقى دائما بداخلي، وسأبقى أكتب وسيبقى لساني ناطقا بالحق. فشكرا لكم جميعا، وأتمنى أن تقرأوا كتاب ربع قرن. كاتبة كانت معكم جنان رزمك. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني جمال حداد، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سيد جمال، ضيفا على فضاءات. حياك الله أحمد، بارك الله فيك. أولا أشكرك على هذا اللقاء أخ محمد، وأشكر قناة الرافدين على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن الخط العربي في الأردن والوطن العربي إن شاء الله. حياك الله سيد جمال، مرحبا بك. حياك الله. بدأت التعلم في مجال الخط العربي على كراس الخطاط العراقي الكبير هاشم البغدادي رحمة الله عليه. كيف كانت الرحلة مع كراس هذا الخطاط؟ أولا سنة عام 1983 بدأت التعلم على كراسة الأستاذ محمود طه. نعم. وهو تلميذ من تلاميذ الأستاذ أو الخطاط هاشم البغدادي رحمة الله عليه. هذه كانت الانطلاقة والبداية. بعد إتقان خط الرقعة على محمود طه، الأستاذ محمود طه، انتقلت إلى البحث في عالم الخط العربي، فوجدت كراسة الخطاط المرحوم هاشم البغدادي. منذ ذلك الحين بدأت التعلم على هاشم البغدادي رحمة الله، فهو أستاذ الجميع. يعني هو كان في فترة لم يكن للخط العربي في الوطن العربي أي وجود لولا هذه الكراسة التي فتحت أفاق كبيرة للخطاطين في الوطن العربي وفي المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء. نعم. ثم بعد ذلك بدأنا بالتدرب وتعلم فنون الخط العربي، كيف نتعامل مع الخط العربي. فعملنا في مجال الإعلانات عام 1987 لغاية 1990. قبل أن نتحدث عن الإعلانات أستاذ جمال، يعني ما زلنا في البدايات. نعم. الكراس كان يعني كمنهج ضمن دورات الخط، ام شخص يروح يقتني من المكتبه؟ كانت الكراسه هي موجوده في المكتبات. نعم. لم يكن هناك مناهج معتمده، ان كان في مراكز تدريب الفنون او في المدارس الحكوميه او المدارس الخاصه، انما كانت محاولات شخصيه لتعلم فن الخط العربي. يعني بناء على ارشاد محمود طه قلت لي تعلمت؟ لا، هو في البدايه الاستاذ محمود طه لم التقي به، التقيته عام 1996. نعم.
بعد حوالي 26 عام تقريبا معرفتي. لكن هي البداية أن بدأت أحب الخط العربي وبدأ شغفي بالخط العربي، فتوجهت للبحث عن شيء لأتعلم من خلاله، فوجدت كراسة المرحوم هاشم البغدادي والتي كانت هي الانطلاقة. والعلم يعني رحمة الله عليه الأستاذ الخطاط هاشم البغدادي ترك إرث عظيم بوجود هذه الكراسة، فكانت الملجأ لكل الخطاطين في الوطن العربي. لم يكن هناك موجود لا نت ولا فيسبوك ولا أي طرق التواصل مع خطاطين غير هاشم بغدادي، فكانت هي الحل الوحيد كراسة هاشم بغدادي. جميل. بعد أن تمرست على الخط العربي اشتغلت في مجال الإعلانات؟ عملت وتعلمت الإعلانات وطرق تنفيذ الخط العربي بالإعلانات لغاية عام 1990، حيث انتسبت للقوات المسلحة الأردنية، وعملت خطاطا في مديرية الإفتاء العسكري. يعني أنت دخلت العسكر وأنت خطاط؟ نعم، كنت خطاط بالأصل، وأنا أصلا مدرب، يعني كنت مدرب أسلحة ومشاة، لكن صارت الظروف أنا انتقلت إلى القيادة العامة لأعمل كخطاط في دائرة الإفتاء العسكري بأمر من سماحة الشيخ نوح علي سلمان القضاء. استمرت هذه لمدة عام كامل في تصميم مجلة التذكرة العسكرية. بعدها انتقلت إلى القيادة العامة وعملت في مجلة الأقصى لفترة في تصميم مجلة الأقصى العسكرية المعروفة في القوات المسلحة. هذا من خلال خبرتي السابقة في التعامل، في كيفية التعامل مع الحرف، وما تعلمته من الخطاطين وما تعلمته من كراسة. جميل. حضرتك مؤسس ورئيس الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية، يعني كيف ولدت فكرة أنك تقوم بتأسيس هذا الملتقى وعملية الربط بين الخط والزخرفة؟ أستاذ الكريم، في عام 2016 تقريبا، في عام 2016 لم يكن هناك موجود أي جمعية أو أي مؤسسة تقوم برعاية الخط العربي. كان هناك تجمعات للخطاطين، وأكثر ما كنا نتجمع عند الأستاذ مثنى العبيدي أطال الله في عمره، وهو أستاذنا. فكان ينصحنا بأن نقوم بإنشاء شيء لخدمة الخط العربي في المملكة الأردنية الهاشمية. فاجتمعت مع عدد من الخطاطين الأردنيين وأنشأنا الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية عام 2016. والذي أنتج أول معارضه عام 2017 بمناسبة عمان عاصمة الثقافة الإسلامية. فكان من أجمل المعارض بمشاركة حوالي 30 خطاط، بالإضافة إلى حوالي 25 مزخرف ومزخرفة برعاية من وزارة الثقافة. استمر المعرض لمدة أسبوع. الأعمال المعروضة تقريبا 170 عمل، ما بين خط عربي وزخرفة إسلامية. كيف يتم اختيار العمل؟ يعني هناك معايير ضوابط على اختيار العمل، أم هكذا أي خطاط ممكن أن يعرض أعماله؟ طبعا احنا في البداية لم نكن نختار أعمال ضمن الجودة أو المواصفات القياسية للخطاطين. وذلك لنساعد كل الفئات الموجودة في الساحة للمشاركة. حتى المبتدئ كان موجود، يعني من كبار الخطاطين الأردنيين إلى المبتدئين قمت بمساعدتهم ليشاركوا في هذا المعرض حتى نشجعهم على الخط العربي. هذا في المعرض الأول. المعرض الثاني كمان يعني كان نفس الموضوع، أنه قمت بدعوة جميع من يحب أن يكتب الخط العربي بدون استثناء. وهذا ما لفت نظر وزير الثقافة الأستاذ نبيه شقم في المعرض الأول، بأن هذا المعرض كان حضوره قوي جدا، عدد المشاركين كبير، ثقافاتهم جميع الثقافات من الدكتوراه حتى أقل من توجيه فما دون. الأعمال المعروضة في المعرض كانت لجميع الفئات، حتى المتدرب كان يشارك، وهذه من حسنات المعرض. يعني كانت طبيعة الفئات التي تزور هذه المعرض، يعني هل فقط مقتصرة على المختصين المهتمين بموضوع الخط، موضوع الفن، أم هناك جمهور من عامة الناس
يحضرون هذا هكذا معارض؟ صدقا من خلال إنشاء الملتقى الأردني كان الهدف الرئيسي هو تعريف المجتمع المحلي بالخط العربي. المعارض التي نقوم بعملها ليست للخطاطين، الخطاط كل ما هنالك أنه يتعب على عمله ويقوم بعرضه. فأنا أريد أن يرى المجتمع المحلي بجميع أطيافه هذا العمل الرائع وكيف تدرج الخطاط بعمله. فكان من ضمن اللوحات الخط العربي والزخرفية والزخرفة. عمل تقريبا 7 لوحات من تأسيس العمل إلى انتهاء منه. فكان الهدف اللي هو المجتمع المحلي من مدارس وزارة التربية والتعليم، من أكاديميات، من الجامعات، حتى قمنا بعمل معرض بعد عمان عاصمة الثقافة الإسلامية، معرض في الجامعة الأردنية كان الثاني للملتقى بمناسبة يوم اللغة العربية. كانت الفترة ما بين هذا المعرض ومعرض وزارة الثقافة مدة أسبوع. نعم. طيب أنا سؤالي عن الزخرفة، يعني الزخرفة لديكم، يعني الزخرفة بشكل عام، هناك زخرفة يعني مجرد أنه يعني للسقوف للجدران، يعني هذه الزخرفة التي أنتم ضمن اهتمامكم فقط ما يخص الخط؟ وبدي أن أعرف أنه هل الزخرفة، هل الخط يعني تدخل الزخرفة في صلب الخط أم الرتوش التي تحيط بالخط العربي؟ وبعض الخطوط، بعض الخطوط وخاصة الخطوط الكوفية الكوفي تدخل الزخرفة من ضمن تجميلة، فنرى الكوفي المزهر المزخرف. لكن في الأصل الزخرفة الإسلامية وجدت لتجمل الخط العربي وتعطيه قالبا وانطباعا آخر. فالزخرفة بجميع أنواعها يمكن استخدامها مع الخط العربي ومع أشياء أخرى مثل ديكورات المنزل، مثل التصاميم. وأيضا في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ ونشهد وجود الخط العربي في تصميم البيوت وفي تصميم العمارات غير المساجد. يعني استخدامات في أعمال البناء الإسلامي في القطاع. هل يعرض عليكم من خلال مقاولين للبناء، من خلال مهندسين، أن تشتركوا بهذا؟ عرض علينا في تقريبا قبل عام، يعني أنه نقوم بزخرفة أحد المساجد وكتابة آيات. فيه قبل عام تقريبا. للأسف الشديد الفكر المجتمع يعني لم يصل إلى مرحلة تذوق الخط العربي والزخرفة الإسلامية في الوطن العربي بشكل عام. إذن مقتصر الآن فقط على المساجد؟ يعني تقريبا المساجد، يعني رأيت وفي مساجد عملت، مثلا الخطاط رياض طبال يعني كان له بصمة تاريخية صدقا في المساجد. وأنا زرت يعني عدة مساجد كان عامل فيها أعمال بالخط العربي. جميل. قبل فترة فقدنا قامة كبيرة من قامات الخط العربي، وهو الفقيد الخطاط الكبير عباس البغدادي رحمة الله عليه، توفي قبل فترة. كيف انعكس رحيل البغدادي على مشهد الخط العربي، سواء على مستوى الأردن أو المشهد العربي؟ الأستاذ عباس البغدادي هو أب روحي لجميع الخطاطين الذين تتلمذوا على يده. صدقا وبفقده جفت الأقلام وبكت عيون الخطاطين على فقده. أنا أتواصل مع الأستاذ العباس البغدادي منذ تقريبا عام ونصف. الأستاذ عباس البغدادي يعتبر قامة خطية لن تتكرر. هو سلطان الخط العربي ومهندسه. وضع طريقة جديدة في تعليم الخط العربي، في تشريح الحروف التي لم تكن وابتكرها، لم تكن سابقا، كانت سابقة له. الأستاذ عباس البغدادي تعلمنا على يديه كيف يمشي القلم على الورق، تعلمنا منه أسرار الخط العربي من خلال تواصلي معه أثناء تحكيمه لمسابقة الخط العربي عام 2021، حيث كان المحكم الرئيسي لمسابقة الخط العربي. كنت ألاحظ عليه غيرته على الحرف وحبه للحرف، فهو يعتبر الحرف أحد أبنائه، وكان يرفض بشدة التلاعب بالحرف. الأستاذ عباس البغدادي وضع بصمة للتاريخ في الخط العربي، وسيبقى ذكره إلى يوم القيامة. وضع كراسات منها
كراسة تحفة الميزان التي تعد من أجمل الكراسات التي طبعت في القرن 21. الأستاذ عباس لا يمكن الآن هذا الكراس معتمد في معاهد تعليم الخط العربي. نعم الكراس هذا من أجمل الكراسات من ناحية دقة الحروف والكتابة نعم. والشرح وافي احتوت على جميع الخطوط العربية نعم. من خط الثلث والنسخ والإجازة والديواني والرقعة نعم. والنسخ المصحفي. صدقا الأستاذ عباس كان يكتب للتاريخ ولوجه الله تبارك وتعالى، تعلمنا منه الكثير. في أحد الاتصالات اللي كنت أتصل معه بها نعم. كنت أعرض عليه كتاباتي قبل عام أثناء دخوله أول دخوله المستشفى في أمريكا. فأي خطاط أمام سلطان الخط العربي نعم. يشعر بأنه لا شيء صراحة. فقمت بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة الكشيدة نعم. وعرضته علي، فأخبرني إنها من أجمل البسملات التي رآها وأنها قوية نعم. ثم قمت بكتابة كلمة الرحمن الرحيم وأرسلته إليه ضمن أمشاق كنت أكتبها يوميا نعم. فعلق عليها بأن كلمة الرحمن الرحيم ممتازة جدا جدا ونسبة الأبعاد والنسبة الفاضلة قوية فيها. بهذيك اللحظة شعرت بأن الأستاذ عباس يعني يتكلم ليشجعني كوني خطاط، يعني أنا خطاط قديم 38 عاما في الخط العربي لكن لم يكن لنا أستاذ. فأول أستاذ تعرفنا عليه هو الأستاذ مثنى العبيدي نعم. هو شرح لنا الحروف وكنا باستمرار نتواجد عنده. فأخبرني الأستاذ عباس بعد أن أرسلت له رسالة بأنه أنا يعني لا شيء في الخط العربي نعم. فقال لا تقل عشوائية، أنت خطاط متمكن وكتابتك جميلة وقوية جدا ومحافظ على الأبعاد والنسبة الفاضلة. صدقا هذا الشعور يعني عندما يقوم أستاذ فاضل وأب روحي للخطاطين بمدح خطاط فهذا كونه تشجيع، وخاصة عندما قال أنا لا أجامل في الخط العربي. هذه نعم. الكلمة لا أنساها، الأستاذ عباس لا يجامل بالخط العربي. النسبة الفاضلة ما المعنى؟ النسبة الفاضلة هي موضوع طويل جدا بالنسبة للموضوع بشكل عام يعني نعم. النسبة الفاضلة اكتشفها الخطاط ابن مقلة نعم. في الفترة العباسية وتحققت منها أمور كثيرة وتحتاج إلى ساعات طويلة الحديث عنها لكن هي موجودة في كل شيء نعم. يعني النسبة الفاضلة موجودة بالإنسان، هي المقاسات الصحيحة موجودة بالخط العربي، موجودة بالهندسة، تحقيقها يحتاج إلى معرفة صراحة بموضوع النسبة الفاضلة. نعم جميل. نكمل بعد الفاصل معذرة إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني جمال حداد. أعود إليك أستاذ جمال، كنا نتحدث عن النسبة الفاضلة وقلت موضوع يحتاج إلى وقت طويل لكن صارت إلى حد ما صورة واضحة. حضرتك عملت مدرسة للخط العربي في مركزي لسان العروبة وإحساس للفنون، ودي أن نطلع آلية تعليم الخط العربي، ما هي البدايات، ما الذي تعطونه للمتعلم في بدايات تعلمه للخط العربي؟ سيدي عام 2013 قمت بتدريس خط الرقعة في مركز لسان العروبة نعم. في تلك الفترة وجدت أن هناك الكثير ممن يعشقون الخط العربي ولا يعرفون أين يذهبوا. من ضمن التلاميذ أكثر من سنة كاملة وهو يبحث عن من يعلمه الخط العربي. هذا أحد الأسباب لتدريس الخط العربي. السبب الثاني اللي هو ضعف وعدم معرفة طلاب بموضوع الحروف العربية واتصالات الحروف وموقع الحرف على السطر نعم. كان فوق
وأيضا مسكة القلم، فكان هناك ضعف بالكتابة، فبدأت بتعليم الخط العربي وتحسين كتابة التلاميذ من خلال الخط العربي. بدأنا معهم في بداية بمقاس النقطة وزاوية النقطة، شرحنا وقمنا بشرحها، ثم بدأنا بالأبجدية بشرح الأبجدية وتشريحها تشريحا صحيحا للتسهيل على التلاميذ، ثم انطلقنا إلى موضوع اتصالات الحروف، مداخل ومخارج الحروف كاملة، ثم بدأنا بكتابة بعد الانتهاء بدأنا بكتابة سورة الفاتحة وكتابة نصوص أخرى من أحاديث نبوية من أبيات شعر، كانت مدة الدورة 16 ساعة. نعم. في نهاية الدورة لمن يرغب بتحسين خطه قمنا بالتحويل من كتابة الخط العربي إلى كتابة الخط العربي فقط، خط الرقعة بقلم الحبر. فكانت من أنجح الدورات في هذه الفترة، استمرنا تقريبا 6 سنوات في تدريس الخط العربي. لنا تلاميذ الحمد لله رب العالمين من جميع الفئات. كان الهدف الرئيسي اللي هو نشر ثقافة الخط العربي من خلال المراكز التعليمية. ما أكثر الأعمار التي تتجه إلى دراسة الخط العربي؟ صدقا الأعمار من 8 سنوات إلى 50 عام. إلى 50 عام. الثقافات من الدكتوراه فما دون، يعني دكتوراه في الطب وجراحة الأنف والحنجرة. نعم. أخذوا عندي دورة لتحسين خطوطهم. صيدلة أخذوا، مهندسين برمجيات ومهندسين كهرباء ومكانيك أخذوا عندي دورة خط. نعم. ماجستير لغة عربية، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، وكان يعني أحد الأخوة أخبرتني بأنه يوجد وقت فراغ في حصتها وهي حصة تحفيظ القرآن الكريم، فما وجدت أقرب إلى القرآن من الخط العربي، وقامت بأخذ دورة للخط العربي وهي دورة خط الرقعة. جميع الأعمار وجميع الثقافات قمت بتدريسها خلال فترة من عام 2013 إلى عام 2022، حتى كانت أحد المتدربات تحمل رسالة الدكتوراه في الطب النفسي، وخلال شرحي للحروف كنت أتكلم عن موضوع الوقت وأهدار الوقت ومكافحة المخدرات من خلال الخط العربي وأسباب انحراف الشباب. نعم. وكيف نقوم من خلال الخط العربي بملء وقت الشباب، وهذا ما جعلها تريد أن تكتب بحثا عن هذا الموضوع، ووجدت فيه خيرا لكل للمجتمع أنه يكون الوقت الفراغ مشغول بالخط العربي، فالخط العربي يعلم الصبر والدقة. يعني أفهم من ذلك أنه هذه الاختصاص طب نفسي أنه صارت تعلم الذين يخضعون للفحص وللعلاج؟ لا، هي أرادت أن تكتب بحث حتى تؤكد من خلال ما قلته. نعم. كان من ضمن الدورات أحد المتدربات تدرس طب في جامعة مؤتة الدكتورة روبا العكايلة. نعم. وهي من النابغات في الخط العربي. وهي تلميذتي الأساسية، والآن تتلمذ على يد الأستاذ الدكتور أستاذنا مثنى العبيدي. نعم. فكانت البدايات أنه كيف نؤهل الخطاط أو المتدرب بالخط العربي. طيب هي تدرس طب وستأخذ مجال الطب، يعني ما هو الربط بين دراسة الطب والخط العربي؟ يعني سؤال مهم جدا. نعم. وهذا ما يعني في أحد الحلقات الإذاعية تكلمت بطريقة غريبة حتى أن المذيع استغرب من كلامها. نعم. كنت أعلمهم تشريح الحروف وتقسيم الحرف على المفاصل، فأخبرت المذيع أن فادني هذا الموضوع في الطب، فقالها وقفك، كيف ما علاقة الخط العربي بالطب؟ نعم. قالت تعلمنا بالتشريح الجسم المفاصل، طريقة البحث من خلال تقطيع الأجزاء. والخط العربي حتى تتعلمه يجب أن تفصل الأجزاء عن بعضه حتى يسهل كتابة الحرف. نعم. وقامت بتدريس طلبة الطب في الجامعة بخط الرقعة، وبعثت لي بتمارين
كنت أعتقد أنها لها، وبعثت لي أنه في وقت الفراغ تقوم بتدريس الخط العربي لطلب التخصص الطب في الجامعة. طيب سؤالي الآن جميل، أنه اختصاص طب، اختصاص هندسة، اختصاصات أخرى يعني بعيدة عن الشريعة وعن الأدب، وعن ربما من يدرس الشريعة يحتاج إلى أن يتعلم الخط، من يدرس اللغة العربية ويدرس الأدب العربي يحتاج إلى، لكن دراسات العلمية في الغالب هي، أنت حضرتك تعرف أنه يستخدمون اللغة الإنجليزية في الغالب في تعاملهم وفي دراستهم في الغالب. هذا الشغف وهذا الحب إذا موجود في نفوس أبناء هذه الأمة، المدارس، المؤسسات التعليمية لماذا لا تهتم بهذا الأمر بشكل رسمي وتعتبر، يعني هناك معروف أن هناك درس في المدارس هو درس الفنية أو درس الرسم، لكن مهمل في الغالب، في الغالب تجر عليها الحصص الأخرى ويعني يملأ فراغ الحصص الأخرى في هذا الدرس. لماذا المؤسسات التعليمية لا تهتم بهذا المجال؟ أنتم ألم تشتغلوا على هذا الأمر بحيث تحثون المؤسسات الرسمية على القيام بهذا الدور في المدارس والجامعات؟ أخي الكريم، من خلال فترة إنشاء الملتقى الأردني للخط العربي وقبلها أثناء تدريس الخط العربي، بدأت أبحث عن المشكلة الرئيسية في موضوع الكتابة العادية، فوجدت أن المشكلة الرئيسية اللي هي الأساس في التدريس، الأساس في التدريس اللي هو تقصير من الجهات الرسمية التي تقوم بتدريس الأطفال، هذا واحد. اثنين، يقع العاتق على أيضا الخطاطين الموجودين بالفترة الماضية، لم يكن هناك خطاط يقوم بتدريس الخط العربي ولو بجهد بسيط. إذن المعادلة متساوية ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين الخطاطين، يقع الكاهل على الجهتين. هذا لكن مسؤولية الوزارات، مسؤولية الوزارة هي الأكبر. نعم، مسؤولية الوزارة هي مسؤولية، لا، وهذا ما لاحظته عام 1983 للأسف. نعم. الشديد كانت موجودة كراسة خطاط محمود طه. نعم. لكن لم نجد من يعلمنا، فكان المدرس هو مدرس اللغة الإنجليزية، يعني كانت توزع للطلاب. نعم، موجودة كراسة الخط العربي موجودة، لكن نعم. من سيعلم هذه الكراسة؟ تبرع أحد أساتذة اللغة الإنجليزية، لا أنساه، الأستاذ محمود مطاوع. نعم. عنده فكرة عن الخط العربي بخط الرقعة، مبدع، بدأ أخذ حصة الفن وقام بتعليمنا خط الرقعة من قط القلم، قلم الرصاص، طريقة الشف، شرح الحروف، بدأنا نكتب خط الرقعة بقلم الرصاص. نعم. هذا كان المنطلق. عندما أردت أن أتوجه لوزارة التربية والتعليم في أحد الأفكار، يعني أنه كيف أبدأ، وفي أحد المحاضرات البداية ستكون تدريس الخط لأساتذة اللغة العربية. نعم. في وزارة التربية والتعليم بشكل عام، إذ أنه لا يعقل أن يقول مدرس الرسم بتدريس الخط العربي. نعم. إذن الهدف واضح، اللي هو في البداية مدرس اللغة العربية. نعم. لماذا مدرس اللغة العربية؟ نحن نتكلم عن جيل. نعم. إذن أنا أريد أن أبدأ مع ابني كيف أعلمه الكتابة، الحرف الصحيح، الجلسة، مسكة القلم الصحيحة. وجدت أطفال وشباب يمسكون القلم بالطريقة هاي، يمسكوا بالطريقة هاي. نعم. فهذا لا يصح، إذا الخطأ موجود من وزارة التربية، إنه يجب على أساتذة اللغة العربية تعلم الخط العربي كمكمل. إذا أنت تقترح أنه نعم. على المؤسسات التعليمية وزارة التربية والتعليم أنها تدخل معلمي ومدرسي اللغة العربية دورات لتعلم الخط. يعني أحد المحاضرات في جامعة البتراء، نعم، أشارت لي رئيس الجامعة بأن أقوم بإعطاء محاضرة في كلية العمارة. نعم. عندهم، فرفضت وطلبت أن يقوموا بتجهيز مدرسو اللغة العربية. نعم. وكان من ضمن الأسئلة لماذا اللغة العربية، فأخبرتهم أنه المدرسين اللغة العربية هم الأساس في تأسيس الطلبة منذ البدايات. نعم. من خلال الحرف، لفظ الحروف، كتابة الحروف والانطلاق. إذا أنا عندي مدرس لا يستطيع أن يشرح الحرف، هذا أولا، هذا أول خطأ. يعني الخطأ الثاني، قامت وزارة التربية والتعليم بإدخال خط النسخ على كراسات تعليم الأطفال. خط النسخ خط صعب جدا،
ويحتاج وقت أكبر في الكتابة وفي التعلم. فإذا أردت أن أكون في امتحان وأكتب بسرعة يجب علي الكتابة بخط الرقة وهو الخط. إذن هو أسهل الخطوط. نعم أسهل الخطوط. يعني إذ أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بخط النسخ أخذت معي بقلم الحبر 14 ثانية وبقلم الحبر كتبت البسملة بخط الرقعة بثلاث ثواني ونصف وهذا إنجاز بالنسبة لمتعلم. إذا لماذا لا تقترحون على المؤسسات التعليمية أن تعتمد هذا؟ لغاية الآن هذا هو يعني معتمد بشكل بسيط يعني. نعم. طيب أستاذ جمال حضرتك تتلمذ أيضا على كما قلت على يد الخطاط العراقي دكتور مثنى العبيدي وأيضا على كراس كما قلت كراس هاشم البغدادي رحمة الله عليه وعباس البغدادي. يعني أيهم أغنى تجربتك في هذا المجال أو أيهم المجموع؟ يعني صدق السؤال صعب. نعم السؤال صعب. يعني لا يمكن أن نقدر أو الأستاذ هاشم البغدادي نعم. لا يمكن أن نضع أي خطاط في العالم الإسلامي والعربي مقابل الخطاط هاشم البغدادي لأن كل خطاطين القدامى تعلموا على يد الخطاط. إذن هو المعلم الأول. هو المعلم الأول. جميل. لكن نعم. لكن إذا نظرنا إلى الحروف وإلى الكتابات ما قبل السبعين كراسة طبعت ما قبل السبعين. الكراسة يعني لا أستطيع أن أقيمها لكن الهدف الرئيسي من التعليم أن يكون هناك أستاذ مباشر لك. الأستاذ المباشر كنا نتعلم على كراسة هاشم بغدادي من النظر. نعم. ونقيس الحروف حسب ما نستطيع قياسه لكن هناك أسرار داخلية. نعم. لا يمكن أن نصلها من خلال النظر وخاصة الطباعة. يعني الطباعة لم تصل إلى ما كتبه الخطاط في لحظة الكتابة. يعني نعم. تدرج الحرف تدرج التقوس الحروف وتدرج الحبر في الحروف. خلال تعرفنا على الأستاذ مثلنا في عام 2016 بدأ يشرح لي الأبجدية شرح لي البسملة الكشيدة وكانت أول بسملة كشيدة كتبتها في عام 2016 وهي على الأستاذ مثنى. نعم. كانت تقريبا بالشكل هذا. يعني هذه من ضمن الأمشاق التدريبية يعني ولا بالشكل هذا. نعم. ميزان البسملة إتقان الحروف مع الأبجدية. جميل. يقال أن اللغة العربية أغنى اللغات بتنوع أشكال الخط فيها. يعني كيف انفردت اللغة العربية بهذه الميزة؟ يعني بداية الموضوع حساس صدقا. نعم. وموضوع جميل. يعني أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى ميز العرب بمكانة عظيمة. نعم. وذكر بالقرآن ما ميز العرب. نعم. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا. نعم. ففضل الله سبحانه وتعالى اللغة العربية على لغات العالم. نعم. لدقتها وجمالها من جميع النواحي. فلسان العرب يعتمد على اللسان بالنطق. نعم. نحن نقول لسانا عربيا. وجميع اللغات لا تعتمد في بعض اللغات لا تعتمد على اللسان. فحرف الضاد غير موجود. نعم. حروفنا أي حرف يخرج ويخرج من منطقة من اللسان أو من الجسد. نعم. كان حرف الألف حرف الدال إذن هو حروفنا تعتمد على اللسان. نعم. لكن إذا وجدنا أو ذهبنا إلى لغات أخرى فيأتيك حرف السي مع حرف الأتش حتى. نعم. ترفض حرف آخر. نعم. هذا لا يوجد في اللغة العربية. كل لفظ يخرج من اللسان يكون جميل. هذا ما يخص النطق بالحروف. لكن ما نعم. يخص الأشكال. إذن نحن الآن لماذا انفردت اللغة العربية بتنوع أشكال الحرف؟ إذن نحن نتكلم عن موضوع اختيار اللغة العربية للقرآن. نعم. من هذا المنطلق بدأ المجتمع العربي الإسلامي بالاهتمام. نعم. بالحرف العربي. حتى كتاب الوحي من أجمل كتابة. ثم انطلقت الأمور لتصل إلى الدولة العباسية أو العباسيين في بغداد وظهور. نعم. ابن مقلة الذي وضع
أساسيات الخط العربي. كانت هناك كتابات يدوية لا أقدر يعني ممكن سموها خطوط حديثا، لكن هي كتابة اعتيادية مثل الخط المدني ما كان يكتبه أهل المدينة المنورة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما قبل. الخط الكوفي يرجع إلى الكوفة ما كان يكتب بالفترة تلك الفترة. نعم. فظهرت الخطوط وهي إبداعات من خطاطين، يعني ظهر خط المحقق وفي والمتسلسل، في خطوط كثيرة ظهرت قد تكون منها مثل طمار اندثرت، المحقق، الثلث، ظهر النسخ، خط الريحان. هذا تنوع وهذا يدل على جمالية الحرف العربي. نعم. إذن هي حقيقة أغنى اللغات في تنوع أشكال الخط، في نعم. تنوع أشكال الحرف وبجمال الحروف. نعم. إذ أن الله سبحانه وتعالى بما أن اللغة جميلة فحروفها جميلة. نعم. ومن شدة جمالها أنه حتى التشكيل فيها جميل ويكتب ضمن موازين خاصة. إذن لديك أنه العملية ربط الموضوع موضوع رباني. موضوع رباني، نعم صحيح. شكرا لك، شكرا لك الخطاط الأردني جمال حداد على هذا الحوار. شكرا لك، شكرا لك. الله يبارك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.